السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وحشونا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى. الفيديو بتاع النهارده القصين الهدية دول، 20 زغاليل هدية. طبعا اللي شافوا الفيديوهات اللي كنت عاملها قبل كده، الزغاليل الهدية اللي بعملها ليه؟ لان كانت نتاية بلدي نزلت عندي. طبعا كل الناس اللي شافت الفيديوهات عارفة القصة دي، فالنتاية دي انا مش باخد ولادها وبطلعهم الزغاليل اللي هي بتطلعهم وايه، وبحط عليهم كمان جوز زغاليل من عندي. لكن هو المرة دي طلعت الفرد ده بس، اللي هو الفرد ده، ده الفرد بتاعها اللي في جناحه الابيض ده، ده ابو زاجل نفس اللون ده، والام بلدي اللي هو الفرد ده. يعني هو عمره يجي شهرين، مش زغاليل قوي، داخل على الشباب. وحطيت عليهم، حطيت عليه الثلاث زغاليل دول من عندي، وانا اعطيهم هدية. بس الشرط لاي شخص اكتب لي في التعليقات ان انت عايز الجوزين الزغاليل دول، بس يكون انت لسه بتبدأ تربية حمام، مبتدئ او مبتدئة، تكتب لي وتستلمهم من دمياط يا ريت، بلاش موضوع الشحن. يا رب تكون قريب مني اللي عايز الجوزين دول، هدية مجانا، ودعولنا بالبركة ان شاء الله. طبعا ده لاننا ما بناخدش حاجة مش بتاعتنا، الزغلول اللي مش بتاعنا طلعنا عليه ثلاثة بفضل الله، وربنا يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. اكتب لي في التعليقات ان انت مبتدئ وان انت ما عندكش حمام، بس ارجوكوا يا جماعة اللي يطلبهم يكون فعلا ما عندوش حمام، محدش يضحك عليا ويقول لي ان هو ما عندوش حمام، لان انا هصدق اللي يقول لي. تكون ما عندكش حمام وتكون مبتدئ علشان الثواب يوصل يعني، ونشجع اي حد ان هو يبدأ تربية. لو حد نفسه في زغاليل ما عندوش وعايز يبدأ تربية حمام، يا ربي الجوزين دول ياكل منهم بسم الله ما شاء الله، صحة وحجم ما شاء الله، ربنا يبارك له ويرزقنا ويرزقكم بإذن الله من خيره ومن فضله. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.